ألا يكون الإشعار نوعاً من التعذيب للدواب، حيث إن نصوص الشرع الأخرى تدعو إلى الإحسان؟ نعم، كرهه من كرهه من العلماء لهذه العلة، قال أنه تعذيب، ولكن الصحيح أنه مثل الكي للوسم، ومثل يجوز للحاجة، ولو كان فيه نوع من الإيلام فهو يجوز للحاجة، الحاجة الراجحة، مصلحة الراجحة، نعم، تذهب ما فيه من كراهية، نعم، فهو لم يفعله عبثا، إنما فعله لحاجة، مثل الوسم، ومثل الكي للمرض، وغير ذلك، يجوز، نعم.